بدأت محافظة البحر الأحمر التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة. يأتي ذلك طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لمعالجتها في الزراعة. بتكلفة تخطت 875 مليون جنيه، بدأت محافظة البحر الأحمر التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة. المحطة التي تعمل بطاقة 90 ألف متر مكعب في اليوم وتشمل 12 حوضاً، تم توجيه خط منها لزراعة الأشجار الخشبية بمساحة تبلغ قرابة 3000، فيما سيتم توجيه الخط الثاني لزراعة الأشجار المحيطة بمطار الغردقة الدولي. المحطة عندنا محطة معالجة ثلاثية بتعالج مياه الصرف الصحي علشان تخرج آمنة للاستعمال الأدمي. بتستخدم المياه المنتجة عندنا بتستخدم في ري الغابات الشجرية. بتمر بثلاث عشان توصل للمنتج بتاعنا بتمر بثلاث مراحل. وتقع المحطة على مساحة 250 ألف متر مربع شمال مدينة الغردقة، وتحتوي على مبنى مدخل للمحطة ومبنى المعالجة التمهيدية والمصافي وحوض فصل الرمال ومصيدة الزيوت والشحوم. هذا وتتضمن الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر تحديث وإعادة تأهيل نظام الري والاعتماد على نظم جديدة منها التحول إلى المحاصيل ذات الكفاءة المائية وتبطين، بالإضافة إلى إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلا عن تعزيز حصاد المياه وتخزينها وتحلية المياه.